أهلاً، أنا إلهام وسأستضيفكم اليوم في منزل ذكي. هنا المبنى كله ذكي، إلى جانب السماعة المقاومة للماء الموجودة بجانب المسبح والتي نحبها جميعاً لأنها تتميز بنقاء صوتي رائع، فهنالك أيضاً نظام الري الذكي ونظام الإنذار في الحديقة. هل أنتم مستعدون لرؤية ما بداخل المنزل؟ ما شاء الله، هذا هو منزلي، أهلاً بكم. كما ترون أضيئت الأنوار عندما دخلنا. فائدة الإضاءة الذكية بالنسبة لي هي أنها تعمل تلقائياً، مهما كانت يدي مشغولة فلست بحاجة إلى البحث عن مفتاح الإضاءة، كما أن الأضواء ستطفأ تلقائياً بعد مغادرتي. أنا مرتاحة بينما يوفر منزلي الكهرباء. هذا الحساس الذكي في السقف يكتشف الحركة ويضيء الأنوار ويطفئها تلقائياً. انظروا إلى هذه اللوحة الأنيقة والجذابة. قبل شرح وظيفتها دعوني أخبركم كم أحب تصميمها الأنيق ورسوماتها الجذابة والتكامل الذي خلقته مع ديكور منزلي. إنها لوحة متعددة الاستخدامات، لأنها يمكن أن تتحكم في إضاءة المنزل والتبريد والتدفئة ونظام الصوت وحتى الستائر. لنجربها معاً ونشغل الثريا. تختلف هذه اللوحة عن غيرها، فهي سهلة الاستخدام وتحتوي على شاشة لمس عالية الجودة، لأنها يمكن أن تتحكم في إضاءة المنزل والتبريد والتدفئة ونظام الصوت وحتى الستائر. كما يمكنني التحكم في منزلي من خلال التطبيق الذكي أيضاً. اسمحوا لي بتشغيل آخر مقطوعة موسيقية استمعت إليها. هذا النظام الذكي ضروري بالنسبة لي، فأنا لا أستطيع تخيل الحياة بدون موسيقى. هذه السماعة المثبتة في السقف تجعل الصوت عالي الجودة، وهو ما يسعدني. كما تم تصميم إطار السماعة بحيث يكون محاذياً للسقف وله مظهر جميل غير مرئي تقريباً. هذا هو المطبخ، بالإضافة إلى نظام التكييف الممتاز يحتوي على نظام إضاءة ذكي يجعلني أشعر بالراحة أثناء الطهي. الحمد لله، يوجد مستشعر للغاز الذي ينبهني عبر التطبيق الذكي عند حدوث أي تسرب، مما يحافظ على منزلي آمناً. كما يرسل هذا المستشعر أمراً لصمام التحكم في تدفق الغاز ليغلقه بهذه الطريقة، مما يمنع حدوث أو انتشار الحريق. هذه أليكسا، صديقة جيدة لأي شخص مشغول مثلي. على سبيل المثال، عندما أكون متعبة أو إن كان الشخص لا يملك القدرة للتنقل في أرجاء المنزل، فيمكن له طلب تنفيذ المهام عن طريق الأوامر الصوتية. أليكسا، افتح الستارة. هذه غرفة نومي، وهي بطبيعة الحال أكثر مكان أريد أن أشعر فيه بالراحة. لذلك فإن الأجهزة الذكية التي اخترتها لغرفة نومي خاصة وفريدة من نوعها. لدي هذا المستشعر الذي يضيء ويطفئ الأضواء عند الدخول والخروج، أو عندما يكون الضوء المحيط كافياً يقوم بإيقاف تشغيل المصابيح تلقائياً. علاوة على ذلك، إذا دخل لص إلى الغرفة من خلال النافذة يقوم هذا المستشعر بتفعيل جرس الإنذار. من الممكن أيضاً التحكم في الأجهزة عن بعد، مثل مكيف الهواء والمروحة والتلفاز. مجموعة اللوحات هذه كلها من نفس السلسلة. في الواقع يمكن تثبيت كل منها بشكل منفصل، لكنني فضلت دمجها لإنشاء شكل مناسب بغرف المنزل. ما الذي يمكن أن يكون أبسط وأكثر ذكاءً من تثبيت مفتاح الإضاءة ومشغل الموسيقى والثيرموستات معاً؟ لدي أيضاً لوحة حائط أخرى مثيرة للاهتمام، لأنها تتميز بتصميم كلاسيكي مع إمكانية التحكم بالإضاءة والمكيف.
صدقوني أنتم أيضاً ستفاجؤون بمدى سرعتها في تشغيل الأوامر. علاوة عن مستشعر الحركة، لدي جهاز ذكي آخر في الحمام، وهو موجود هنا للكشف عن تسرب المياه. لقد أضفت هذا قبل أسبوع بنفسي، لا يتطلب أي أسلاك أو تركيب معقد، وكما ترون فهو يعمل بالبطاريات، حيث يرسل إشعار إلى تطبيق الذكي عندما ينسكب الماء في أرضية الحمام لأي سبب من الأسباب. أحب استخدام التكنولوجيا لتسهيل القيام بالأشياء، وأعتقد أن الجميع مشغولون جداً هذه الأيام ويمكنهم الاستفادة من النظام الذكي. هنالك أيضاً محطة الطقس الذكية مركبة في منزلي، والتي تقيس سرعة واتجاه الرياح والرطوبة وحرارة الهواء الخارجي ومؤشر الأشعة فوق البنفسجية للشمس وكمية المطر، لتحافظ على سلامة الأسرة وتوفر الكهرباء والماء في المنزل. علاوة عن راحته ورفاهيته، فإن أفضل فائدة بالنسبة للمنزل الذكي هو أنني لست مضطرة للانتباه إلى كل شيء. بدلاً من ذلك، أحدد السيناريو لأوقات مختلفة من النهار والليل، ويتم القيام بالعديد من الأشياء تلقائياً دون تدخل مباشر. السيناريو المفضل لدي هو سيناريو وقت النوم، عندما لا أضطر إلى إيقاف تشغيل كل جهاز في الليل. أذهب إلى الفراش وأستخدم تطبيق المنزل الذكي للقيام بكل ما أحتاجه. الآن بعد أن شرفت جولتنا على الانتهاء، أعتقد أن سيناريو الوداع مناسب. أليس كذلك؟